دخلت هندسه كمبيوتر لان كنت متخيل دي اسهل واحده فيهم وطلعت اصعب واحده فيهم. قبل ما ابقى مخرج اشتغلت 10 سنين كرييتيف في 5 بلاد مختلفه. انا نزلت على طول رومانيا، كان عندي تصوير تاني يوم في رومانيا، كنت بعمل بقى بروشورز، شغل بقى اللي هو الارت دايركشن اللي انا اكشلي عمري ما عملته كتير قوي. اوكي. يعني جود فيري فيري جود كرييتيف والموست بروبلي اولويز بي ا فيري جود دايركتور. اوكي. ماجد نصار مثلا از ا فيري جود كيس ان بوينت. من جد وجد الشغلانه دي.